فضيلة الشيخ، ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ ما فيها أناشيد إسلامية. الأناشيد قال أناشيد وبس، أناشيد نوع من الغناء. لو قال إنها أناشيد الصوفية كان أحسن، لأن هي أناشيد الصوفية ما هي بأناشيد إسلامية، فلا يجوز عملها ولا يجوز الاستماع إليها. يستمع الإنسان لذكر الله وللقرآن والشيء المفيد، أما هذه أغاني منغمة وبأصوات جماعية وأصوات أطفال أو شباب، فلا تجوز هذه الأناشيد ولا يجوز الاشتغال بها. نعم.